السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله تدابير مطبخيه مفيده جدا. غادي نشارك معكم مجموعه من الاستعمالات ديال الكسكاس الخاص بالكوكوط اللي مفيده وغادي تهنيكم. صلصه الطماطم ولا صلصه البيتزا، استعملوا كسكاس بحال هكا، كسكاس ديال كوكوط اولا كسكاس ديال برمه، وغطيو به هذيك كسرونه ولا ديك الكاميله اللي تديروا فيها لاصوص، لان لاصوص كما معروف انها كتبقى طاير وكتقدر توسخ لكم الحيط، توسخ لكم البوطه. شوفوا منين شنو درت، فاحسن طريقه هي انكم تغطوا بهذا الكسكاس، في نفس الوقت كيخرج البخار من هنا من الثقوب، وهي ما تخليش لكم الكسكاس ان هذا الشيء هذا يلصق لكم في الحائط. شوفوا العجينه هنايا، غادي نستعمل الكسكاس. الا ما عندكمش مول كما سبق لي شاركت معكم واحد الحيله، استعملوا غير الكسكاس، راه قاضي الغرض. غادي نرشوا بشويه ديال الدقيق وغادي ندير عليه العجين ديالي بحال هكا، غادي نحاول نهبطو على الجوانب ونقادو مزيان مزيان. بعد ما لبست العجينه الكسكاس كيف ما كتشوفوا، غادي نحاول هنايا نقادها، يعني نجيب هذيك الطوره تكون مقاده كيف ما كتشوفوا، نحاول نزول هذوك الزوائد. ونحاولوا نديروا ليه هكا باش يتقاد لينا. كيش ديريها هو جبتو من الفران، صافي راه طاب. غادي نوضعو في المول ديال الكيكه، جيبي غير كسكاس ديال الكوكوط بحال هكا، الكوكوط الكبيره، خدي ورق الفران قطعيه على شكل دائره ووضعيه في الداخل بحال هكا، صافي. الخليط ديال الكيك ديالي ها هو موجود، غادي نخويه. ندخل الكيكه ديالي اللي في الكسكاس للفران. زولت الكيكه ديالي من الكسكاس، ها هو، وشوفوا ما شاء الله كيجي الحجم ديالها زوين وكتجي طالعه. زولت ليها هذاك الورق، ها هو، وها هي، طيبتها بلا ما نحتاج للمول، يعني ماشي ضروري يكون المول في هذا المقاس، الا كان غير الكسكاس راه قاضي الغرض. بغيتو تسخنوها، احسن طريقه ديروا ليها هي تسخنوها في الكسكاس. هنايا وضعت كسرونه فيها الماء، وضعت الكسكاس ديال الكوكوط، وهنايا وضعت السباغيتي ديالي اللي شاركتها معكم من قبل، اللي الطريقه ديالها سهله سهله ديال المعكازين. نتمنى تشوفوها. وصافي السباغيتي راه كتسخن بطريقه زوينه بلا ما تسخنوها، يعني في الكاميله كتحرق هكا كتسخن كانها يلاه طاب. هنايا الخبز اللي كيشقيه كنحتفظ بها هكا في بلاستيكه وكنوضعو في المجمد، ودابا جبت من واحد الكميه اللي وضعتها في الكسكاس كما شفتوا، كسكاس ديال كوكو. وهنايا راني موجده لاصوص ديال الرفيسه ديال الخبز، ها هي كطيب كما كتشوفوا. صافي هنايا الخبز ها هو راه تبخر، غادي نقطع الطريفات وغادي ندير عليه لاصوص ديالي. ها هي صبحات موجوده بلا ما نستعمل البرمه والكسكاس، استعملت غير الكسكاس ديال الكوكوط وكسرونه عادي. تسلقي البطاطا وكذلك بغيتي تسلقي البيض، فما يمكنش ديرهم مع بعضياتهم، لان البطاطا كما عرفتوا اي حاجه راه عندها المسام كيدخل ليها، ما يمكنش تسلقيهم بجوجهم بدقه. وباش نهنيكم من هذاك الروينه ديال ديري كسرونه اخرى وعاود تسقي فيها البيض بوحدو، اش كندير؟ كنستعمل كسكاس ديال الكوكوط، وغنوضع هنايا البيض. راه كتسلق غير بالبخار،
راه حاجه مجربه. شحال مره كنسلقو غير في الكسكاس غير بالبخار كيطيب عاد. غنسد البلاقه وغادي نخلي كلشي يطيب. خديت هنايا الكسكاس ديال الكوكوط وغادي نصفي فيه البطاطا المقليه. صافي البطاطا ديالي غادي تسقطر بلا ما نحتاج ندير ليها ورق النشاف، كنخليها بحال هكا حتى كتنشف تماما. هاد البطاطا راه ما قليتهاش مزيان حيت بغيت نديرها في ساندويتش، ما كنقليهاش بزاف باش كتجيني رطوه. وانكم تستعملوه كمصفات خصوصا للاشياء السخينه كما كتشوفوا عندي هنايا لي بات اللي سلقتهم، وغادي نصفيهم هنايا وضعتها فوق واحد الكاسرونه ولا وضعها فوق شي بول، وغادي نصفي في هذا الكسكاس. راكم عارفين يعني الحراره ما مزياناش مع البلاستيك، لذلك استعملوا هذا الكسكاس. كنكون صفيت لي بات ديالي في هذا الكسكاس هذا، هانتوما الماء راه كينزل لتحت. وما كتكونوش استعملتوا هذوك المصفات بحال هادو ديال البلاستيك اللي ماشي مزيانين نهائيا مع الحراره. كنكونو صفينا سباكيتي ديالنا بكل امان، ما نخافوش نهائيا من البلاستيك. فيه اي حاجه بغيتو تقليوها فقط كتاخذوا القميله اللي كتجي في القياس وكتوضعوا شنو بغيتو تقليو في وسط من الكسكاس. فالا ما توفرتوش على هذيك الصفايه او هذيك الشبيكه ديال القلي فالكسكاس كيقضي الغرض. بالنسبه لي انا ما عنديش وكنستعمل الكسكاس كنقلي فيه. مثلا بغيتو تبخروا شي خضره ديال الكاسرونه وكتجيبوا الكسكاس شي تبخر لكم الخضر ديالكم، لابد من انكم يعني تغطيو عليهم الكسكاس سواء هذا ديال الكوكوط او الكسكاس العادي. المسمن كيعطي نتيجه اللي هي احسن من المقلاه، ما كيتشوطش وكيتحرق لكم المسمن ديالكم. هذا المسمن كان في المجمد، غنديروا دابا نسخنوا فوق البوطه كيخرج البخار من هذوك الثقوب اللي تيكونوا في الكسكاس. وبهذه الطريقه المسمنه كتسخن بطريقه اللي زوينه كانكم يلاه طيبتوها، ماشي بحال المقلاه لان المقلاه بحال الا كتحرقها وكتقصها. كما شوفوا تسخن بطريقه زوينه، ممكن كذلك تسخنوا فيه حتى البطبوق حتى هو كيسخن بطريقه زوينه وما كيتقرمش حتى شي حاجه، لان العافيه كتبقى كتخرج غير من هذوك الثقيبات كما كتشوفوا. كذلك كنستعمل هذا الكسكاس هذا باش كنصفي فيه اي حاجه ديال المقليات، اي حاجه قليتها كنديرها في هذا الكسكاس هذا. فصراحه كيعوضني على هذاك ورق النشاف، ما بقيتش كاع كنشريه، وهذيك الزيت اللي كتسقطر منه فراه كنعاود يعني نخدم بها. غادي نحطو بالمقلوب بهذه الطريقه وغادي نحط عليه الخبيزه ديالي بهذا الشكل، وغادي نسد الكوكوط غادي نوضعها فوق النار اللي تكون هادئه ماشي مجهده لمده تقريبا ديال 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه على حساب الكوكوط واش كتسخن بالزربه. وغادي نحل عليها وغادي تكون الخبزه ديالنا تسخنات. فمن بعد ما حليت الكوكوط هانتوما كتشوفوا الخبزه راها سخنات وطريه، يعني ما كتقصحش بحال كيف ما الا سخناها في الفرن.